الفرق بتروجيت هيجيب هدف بضرب الجزاء، من غير ضرب جزاء بتروجيت هتعادل. احنا عارفين كده، لكن للاسف ولا اللعيبه وصلها كده ولا الناس اللي بره وصلها كده. طيب ناخد كابتن وائل جمعه على التليفون. كابتن وائل، هارد لك النهارده. كابتن وائل الله يخليك يا كريم، ربنا يخليك. يعني هارد لك، مع اكيد انتوا زعلانين عشان النتيجه، وكنتوا اكيد عايزين يعني تكسبوا عشان تقربوا شويه من فرق المنافسه، خصوصا ان انتوا عندكم ماتشات مضغوطه الفتره اللي جايه، مباراه طلائع الجيش يوم 24 وبعدين مباراه نادي الزمالك. تعليقك ايه النهارده كابتن وائل على المباراه؟ يعني الشوط الاول النهارده كريم مسيطرين عليه يعني بنسبه 70% مثلا، ووصلنا للجول اكتر من فرقه بتروجيت، يعتبر ما وصلوش للجول خلاص الشوط الاولاني، غير في الكوره الاخيره بتاعت شريف اللي حصل فيها احتكاك في الاخر دي، وانا ما شفتهاش والله في الملعب كويس. بتاعت جيمس تيدي. انما الشوط الاول كله بتاعنا. طبعا اول ربع ساعه في الشوط الثاني تعاقبنا على عدم سيطرتنا عليها خالص، كان كلها في مصلحه فرقه بتروجيت، اخذوا ضربه جزاء هم. برضو مش هعلق على اي قرار حكم في المباراه، طبعا انتوا في الاستوديو والكره بتتعاد قدامكم اكتر من مره وتقدر تحكم عليها اكتر مني طبعا يا كريم. انما الشوط الثاني بقول لك اول ربع ساعه طبعا السيطره كلها لفرقه بتروجيت، فتعاقبنا عشان السيطره دي دخل فينا جول. بعد كده يعني اللعيبه في دماغها ان انت هتجيب جون في اي وقت، وده غلط طبعا ودرس كويس ليهم. حاولنا الشوط الثاني واكتر من فرصه، وصلنا الجول اكتر من مره، بس مش كل مره الكره هتديك يعني. كابتن وائل هارد لك النهارده. طبعا النادي الاهلي بيوصل وبيوصل كتير بس بيضيع، بس طبعا انا مش هكلمك فني، انا هكلمك اداري فيما يخص عملك. انا عايز يا كابتن وائل وقفه. انا عارف حضرتك هتقصد حسين السيد. لا مش حسين السيد بس، لا انا عايز وقفه، يعني انا احساسي وقفه مستر جريدو على الخط ال 90 دقيقه انا شايفها كمحلل بتصدر توتر وعصبيه شديده لكل لعيبه النادي الاهلي، مش حسين السيد بس. حسين السيد طبعا حاله واضحه قوي، حتى واضحه من يوم مباراه المصري لما كان بيجري ورا داوود عايز يضربه من غير كوره، لكن احنا قلنا ماشي ده ماتش المصري وفي عصبيه وفي شده في الملعب ما بين عدد من اللاعبين مش واحد ولا اثنين، لكن النهارده وضحت جدا. انت لو في مباراه افريقيه وبتعمل كده للاعب المنافس هتطرد وهتخرج الاهلي بره بطوله افريقيا، ادي واحد. بس مش حسين لوحده، هو حسين وعدد كبير قوي، وليد سليمان متعصب، تريزيجيه متعصب، غالي متعصب، يعني تحس ان في عدد كبير يا كابتن وائل من لعيبه النادي الاهلي متعصبين، مع ان لسه في وقت طويل، واحنا متعودين من النادي الاهلي ان حتى لو فاضل 5 دقائق او 10 دقائق انت تقدر على في دقيقتين بتكسب المباراه. انا اكلمك في نقطه وقفه جريده الاول يا كابتن وليد. وانا كلمته فيها قبل كده، الراجل شايف ان هو اللعيبه بتبقى في التوقيت ده انت معكش جمهورك، كان بيبقى اكبر دافع، وحضرتك كنت لعيب في النادي وعارف يعني ايه كابتن النادي كمان، وعارف يعني ايه جمهور النادي، فانت الدافع بالنسبه لك كبير جدا غير لعيبه الفرق الثانيه يا كابتن وليد. يعني الدافع بالنسبه للفرق الثانيه ان هو يعني ما كانش يخسر منك 1-0 يتعادل معاك، يعني ده بالنسبه له بطوله. لعيبتنا هو الراجل شايف ان المجموعه اللي موجوده محتاجه دايما واحد ينبهها، دايما واحد، وبعدين هي برضو في الاخر شخصيات المدربين كده كابتن وليد، هو واحد متعود واغلب المدربين اسبان طلعوا واقفين على الخط كده، فالنقطه دي بتاعته طبعا ومحدش يقدر يكلمه فيها يعني. طب انت مش حاسس يا كابتن وائل، انت احساسك انت بقى الشخصي كلاعب كوره كبير، حاسس انها بتاخد من تفكيره الفني يعني في التغييرات؟ لا 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 لا، في تركيز الجيم. وهو بيتفرج كده وبيتابع وبيوجه في دماغه برضو الماتش يا كابتن وليد، مش سايب الماتش يعني، مش سايب الماتش، عارف والدليل انه بيخش بين الشوطين يوجه اللعيبه في نقط معينه، وهو واقف على الخط برضو بيوجه اللعيبه في نقط معينه، يعني بتبقى شخصيات مدربين. انا اصل المشكله يا كابتن وائل ان تعليمات مستر جريدو مش فنيه، يعني عارف انت لو كابتن احمد ايوب او كابتن علي ماهر، مشكله المدير الفني لما بيبقى واقف لو هو بيتكلم بعصبيه فالعصبيه دي بتتنقل للعيبه، يعني هو كل كلامه اضغط فاول اوت بنالتي، فصوته العالي مع عصبيته انا شايف انها بتعصب اللعيبه. كابتن في اذاعه جنبنا يا كابتن، في اذاعه في الجهاز اللي جنبنا كل ماتش، مش ماتش من النهارده بس، في اذاعه بتبقى جنبنا، فطبيعي ان الراجل يعني شايف ان حاجه زي كده بتاثر على اللعيبه وبتاثر على الحكم،
انا مش عايز اخش في قصه التحكيم ابدا، مش عاوز ادخل فيها ابدا يا كابتن وليد. بس الموضوع ده بيأثر جامد جدا والله العظيم علينا يا كابتن. بالنسبه لموضوع حسين السيد، وكابتن وليد كان بيتكلم مع حضرتك وقلت له يعني حسين السيد النهارده طبعا هيتعاقب طبعا يا كريم على اللي حصل النهارده، عقوبه كبيره طبعا. حسين ما بيلعبش في نادي صغير، والموقف ده ما كابتن وليد قال كده تعرض له كتير، وممكن يجي في مباراه مهمه ومباراه مصريه يبقى محتاجين كل اللي عايز فيها ويجي يطرد فيها، فموقف زي كده مش هيلعب حسين السيد اكيد. طيب بالنسبه لحسام غالي يا كابتن، يعني اصابته جزع في الرباط الخارجي للركبه فعلا ولا في حاجه اكتر من كده؟ حسام عنده يعني تشخيص مبدئي كده جزع في الرباط الداخلي داخلي، وان شاء الله هيعمل اشعه بكره باذن الله رنيني يعرف بيته ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا. غياب احمد عبد الظاهر النهارده كابتن وائل رؤيه فنيه ما فيهوش حاجه. طبعا الاختيارات كلها كابتن وائل تبقى رؤيه فنيه للمدرب. طبعا. ابيب مبوي هيبدا هيكون موجود الماتش الجاي يا كابتن، اللاعب النيجيري الجديد ولا لسه؟ والله على حسب حالته يا كريم، انت عارف هو الراجل اللي خلص الدوري هناك وقعد بتاع اسبوعين او حاجه او ثلاثه، فبرضه الكفاءه البدنيه بتاعته دي والرؤيه الفنيه للمدرب في اختياره او عدمه دي بتاعته برضه ان شاء الله. وبرضه محمد هاني يا كابتن وائل، محمد هاني اصابه النهارده. محمد هاني عنده خلفيه، حد بشكه في العضله الخلفيه، غالبا هتبقى شد او مزق. وباسم علي اخباره ايه دلوقتي؟ باسم الحمد لله يعني قرب بنسبه كبيره جدا انه يبقى موجود في الفرقه، يعني برضه الجاهزيه بتاعته دي برضه بتاعت الراجل المساعد اللي مع الخواجه هو اللي شغال معاه دلوقتي، بس هو الحمد لله بنسبه كبيره جدا ان شاء الله يعني قريب ان هو يبقى موجود معانا ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك كابتن وائل وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه. هروح لاستاد القاهرة ومعانا الكابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي